هي المواجهة المستمرة بين فرنسا وتركيا حول ليبيا. الحرب الكلامية تتصاعد إلى مستويات غير مسبوقة، لدرجة أن كثيرين يتساءلون كيف يمكن أن تبقى هذه المواجهة في نطاق الكلام، بينما تغلي الأرض الليبية بالسلاح من على طرفي الخط الأحمر، الخط الأحمر الذي حددته مصر. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان رفع وتيرة الحرب الكلامية عندما قال بحضور الرئيس التونسي في باريس إن تركيا تلعب لعبة خطرة. رد الأتراك بالكلام نفسه: أنتم من يلعب اللعبة الخطرة. بالأمس ذهب الرئيس الفرنسي إلى حد تحميل تركيا مسؤولية تاريخية عما يحصل في ليبيا، هذا تصريح متقدم في العادة، فضلا عن تحميلها المسؤولية الجنائية كذلك، معرجا في انتقاداته على روسيا التي أخذ عليها ازدواجيتها في ليبيا ولو أنها تبدو واقفة على الجانب الذي يقف هو عليه في ليبيا. اليوم أنقرة ترد باتهام فرنسا بانتهاج سياسة تدميرية في ليبيا، كما اتهمت أنقرة باريس بالسعي إلى تعزيز الحضور الروسي في ليبيا، وهو الحضور نفسه الذي كان انتقده ماكرون بالأمس. مصادر دبلوماسية مطلعة تؤكد للعربية بأنها تخشى من تصعيد في ليبيا لأن الحشد العسكري يتعاظم على ضفتي الخط الأحمر. المصادر نفسها أكدت أن فرنسا مصممة على منع تركيا من الترسخ في ليبيا وأنها تلتقي جدا مع مصر على هذا الهدف، وبالتالي هناك من يرى أن أصوات طبول الحرب تسمع بعيدة ولو أنها تختلط بالدعوات للتهدئة.